طيب سيدة كريمة سويد. بسم الله. بالنسبة سيدي الرئيس، عملت ملاحظة، لكن الملاحظة ذيك كتبتها بالسوري على خاطر ما نعرفش نكتب العربي اللي جاية من فرنسا، والرئيس اللجنة حط الملاحظة على جنب على خاطر الملاحظة، سامحني من فضلك نكمل، شكرا، على خاطر الملاحظة ذيك مكتوبة بالسوري، اللي نعمل فيه جهدي باش نتكلم بالدارجة باش الشعب التونسي يفهمني وزملائي يفهموني، أما بكل احترام ما عندكش الحق ما تعديش الملاحظة نتاعي على خاطر مكتوبة بالسوري. اللي سامحوني نحب نقول لك اللي احنا نمثلوا توانسة الكل ونمثلوا زادة توانسة اللي في الخارج، اللي الدوزيام وتخوازيام جينيراسيون ما يعرفوش يحكيوا بالدارجة بالعربية فصحى، ما يعرفوش يكتبوا، ونقول لك زادة اللي نو بارون نو انسيان، سامحني ما قيتش معناتها لو تيرم بالعربي، ما قراوش ما مشاوش المكتب بور لا بليبار وما يفهموش بالعربية فصحى. دونك ماذا بيا المرة الجاية تحترمنا. شكرا.